العملية السياسية ولها مردودات أكيد أذية للشارع العراقي ولمجاميع العديدة من الممكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على مصداقية هذه العملية السياسية الذي تفضل به ضيفك الكريم فيما يتعلق في وصول هؤلاء إلى المناصب، فكيف وصلوا إلى هذه المناصب ونحن نعلم بتاريخهم وبجرائمهم على مدى 35 سنة والتجارب الأخيرة؟ وهذا ما يؤكد على أنه يجب أن يكون هناك اجتثاث للبعض منذ تسلم السلطة في عام 2005 وعملية تأجيل هذا القرار إلى عام 2010 أعتقد سبب الكثير من الويلات، وهذا ما يجنيه الشارع العراقي الآن من التفجيرات بين يوم وآخر، وتكررت أيام الاثنين وهكذا كان يوم الأحد والثلاثاء والأربعاء والسادس من القادم في الخميس والجمعة والسبت. فهؤلاء كانوا مع مسؤولين العملية السياسية، عرفوا أمكانياتهم، عرفوا خططهم المستقبلية وبدأ ينفذون. ولا يمكن أن يكون في بلد ما في العالم أن تكون القوى الإرهاب أقوى من قوة الدولة الرئيسية وإمكانياتها، بالإضافة إلى إمكانية الدولة الاستكبارية في العالم وهي أمريكا. فكيف يمكن أن نصدق أن تكون القاعدة ودولة العراق اللا إسلامية أن تكون أقوى من رموز الدولة العراقية وتستطيع أن تنفذ هذه الاعتداءات بحق الشعب العراقي؟ بالعودة إلى الأستاذ مشكور، يعني هناك من يضع علامات استفهام على تزامن التفجيرات مع زيارة بايدن إلى العراق واستفسارات كثيرة في هذا الإطار، فما هي هذه الأسئلة وكيفية الإجابة عليها سيد مشكور؟ يعني لا أعتقد أن بإمكاني أن أربط وأجزم بوجود علاقة بين زيارة بايدن وهذه التفجيرات. هذه التفجيرات سبقتها تفجيرات مشابهة قبل زيارة بايدن بشهر وشهر ونص وشهرين. إذا سمحت أريد أن أعلق على موضوع أن الإرهاب أقوى. نعم. الواضح المعلوم للجميع أن هذه المعركة هي ليست معركة تقليدية. الإرهاب ليس أقوى، المجموعات الإرهابية ليست أقوى، لكنها تستخدم أساليب جبانة، أساليب الخفافيش، وبإمكان أي مجموعة صغيرة أن تفخخ سيارة وأن تفجرها ربما. لكن في المقابل الأسلحة التقليدية، بما أنها ليست معركة تقليدية، فالأسلحة التقليدية لا تنفع مهما كثرت الحواجز وامتلاك الطائرات واستخدام الدبابات، لا يمكن أن ينفع في مثل هذه المعركة. إذن بالمقابل السلاح الفعال الوحيد في مثل هذه الحرب هو سلاح الاستخبارات. هذا الجانب الذي يحتاج إلى التأكيد عليه وإلى تقويته وتدعيمه، وهذا الجانب بالتحديد ما لا يجري تقويته حتى الآن باعتراف مسؤولين الأمنيين. الجانب الاستخباري ضعيف لأسباب عديدة ربما لا يتسع المجال لذكرها الآن، أو ربما المختصون هم أكثر إلماما وأكثر قدرة على تشريحها. لكن في الخلاصة الجانب الاستخباري، العمل الاستخباري يحتاج إلى تدعيم كبير، لأنه السلاح الفعال الوحيد في مواجهة هكذا عمليات تقوم بها مجموعات تستخدم السلاح غير السلاح التقليدي الذي يمكن مواجهته بشكل طبيعي. نعم. طيب سيد جابر الجابر، يعني كيف تعلق على ذلك؟ أين يعني ما هو السبب في ذلك؟ والعراق يعني بحاجة إلى زمن طويل لإغلاق هذه الثغرات الأمنية التي أشار إليها الآن السيد مشكور. يعني إذا بقيت طريقة معالجة الثغرات الأمنية والخروقات الأمنية اليومية التي تحصل في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها والشارع، بالتأكيد أن هذه إذا بقيت المعالجة بالطريقة التقليدية وبهذه الحالة من التهاون والسيناريو اللي يعد بهذه الشكل ولم يوضع لا علميا ولا أمنيا ولا لوجستيا بالطريقة التي تتناسب مع قدرة الإجرام والإرهاب الدولي والجريمة المنظمة التي ألقت بكل ثقلها في العراق. اليوم احنا للأسف نمتلك أكثر من 1,000,000 رجل أمن في العراق، يعني بما يعادل رجل أمن لكل 30 شخص، لكل 30 مواطن، وهذه سابقة في تشكيلات الدول والشعوب والأمم والمجتمعات. ورغم هذا لم تستطع هذه الأعداد الهائلة المترهلة من حفظ أمن المجتمع العراقي والشارع العراقي. هذه الخطط خطط لا تلائم
درجة ونسبة الإجرام والخطط التي تواجه المشروع السياسي والمشروع الأمني العراقي. وبلغ أن الأجهزة الكشف اللي أتوا بها من بريطانيا أن بريطانيا نفسها تعتقل صاحب الشركة وتعتبره محتال ونصاب، ولكن لا نزال حتى هذه اللحظة نصر على أن هذه الأجهزة التي دفع لها مئات الملايين من الدولارات من أموال الناس من أموال الشعب، لا نزال نصر على أنها أجهزة حساسة وقادرة على اكتشاف العطور والشامبو والكذا في حقائب النساء وحقائب السيارات. هذا الموضوع موضوع مؤلم يعني، وما عاد يجامل عليه أحد، لا هو مسؤول في الدولة ولا ابن الشارع العراقي. الثقافة الأمنية ثقافة مفقودة. القواعد الأمنية الأولية لهذه الثقافة تقول إذا لم يكن كل مواطن شرطيا فكل مواطن بحاجة إلى شرطي. للأسف أن ثقافتنا الأمنية للناس لعامة الناس أن يتولوا مهامهم الأمنية وسلامتهم الشخصية بأنفسهم، حتى هذه للأسف ما استطعنا أن نسوقها من خلال وسائل الإعلام اللي هي تحولت إلى حكر إلى بعض جهات سياسية وكيانات قادرة على أن تسخرها لمشروعها وخطابها ويومياتها. هذا الشيء مؤلم ومؤسف جدا أن نعيش بهذا الشكل، وأنا أتكلم من صلب الدولة ومؤسساتها الرسمية. لكن سيد يعني الجابري، أولا عن الطريقة التقليدية، يعني ماذا تعني بالطرق التقليدية الحالية؟ يعني الطريقة الحالية الأمنية الحالية هي الطريقة التقليدية، والطرق الأخرى التي يمكن أن تبسط الأمن في الشارع العراقي، سألنا طبعا عن الأسباب لكن لم تشر إليها، هل خاصة وأن هناك إشارات إلى ذلك الضعف الحكومي في التعامل مع هذا الموضوع هو سبب أساسي في ذلك؟ يعني كلاهما بالتأكيد، أن حالة الضعف الواضحة والهزال الأمني في الأجهزة الأمنية رغم ما تقدم من تضحيات كبيرة ومن دم لرجال الأمن، للأسف أنه هناك أعداد من البطالة العراقية من شباب العراق انضموا إلى صفوف الأجهزة الأمنية والعسكرية في القوات المسلحة وفي أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات والمخابرات، لكن كلها نسبة الأمية الأمنية فيها مرتفعة جدا، لا هناك دورات حقيقية تدخلها ولا هناك عمليات تأهيل ولا هناك وسائل وأدوات وأجهزة أمنية للكشف والرصد والعمل الاستخباري بشكل يتلائم مع تطور الجريمة في العراق. وبالأمس يعني اعترفت جهات عديدة مختصة بالشؤون الأمنية تقول أن الجريمة التي حصلت في الأدلة الجنائية متطورة جدا، وهذه يعني هذه البناية غير وزارة العدل ووزارة البلديات على أهمية هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية والقانونية في الدولة، لكن هذه وثائق وأدلة وهذه خبرات وهذه طاقات من غير المعقول بهذه البساطة يعني يتم تفجيرها ونسفها وقتل وإنهاء بصمات وآثار و شهود الجرائم التي حصلت من 2003 إلى الآن. هذا الشيء السكوت عليه والتغاضي عنه يشكل جريمة لا تقل عن جريمة الإرهاب في قتل الناس وإبادتهم وتهديد أمنهم وسلامتهم. أنا أقول ما الجريمة طورت نفسها بشكل تناسب مع بدائية ومع أمية ومع بساطة ومع أولية الأجهزة الأمنية ومشروعها وخططها الموضوع. لذلك لابد من الاعتراف بهذا الخلل، يعني السكوت عليه والتغاضي عنه والتهاون فيه لا تقل جريمتها عن الجريمة المنظمة التي تضرب بهذا الشكل الوحشي. نسمع تعليق من الدكتور عبد الزهراء الماجد. دكتور عبد الزهراء، توافق على ذلك والضعف في الاهتمام الحكومي بهذا الموضوع، الموضوع الأمني، كيف يعني أين الضعف في التعامل؟ هل هو تقني؟ هل هو فني؟ هل هو على صعيد يعني الوعي الأمني الذي أشار إليه الآن السيد الجابر؟ يعني ثقافة الأمن معدومة في الشارع العراقي. قبل ذلك أحب أن أشير إلى موضوع التزامن الانفجارات فيما يتعلق مع زيارة جو بايدن. نعم. المتبع الحقيقي والحضاري إلى هذه الزيارات دائما نلاحظ أنه بعد الزيارة بأيام إلى أسابيع تحدث هناك حالة غير